اش اخباركم؟ اهلا وسهلا مره اخرى على القناه. اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله على خير وبخير، وعيد مبارك سعيد، عواشركم مبروكه، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ليكم ولوليداتكم ولوالديكم وكل ما كتمنوا، وتدخل عليكم هاد العواشر بالافراح والمسرات، ويكون عام كله زين وكله اخبار ساره. اليوم غادي نشارك معكم، بلا ما نطول عليكم، غنشارك معكم واحد الكيكه ديال الجزر مع جوز الهند او الكوكو بالنسمه ديال القرفه، كتجي رائعه. يلا دابا غادي ندوزو المكونات اللي غنحتاجو في الكيكه. يلا مقادير البنات، غادي نحتاجو 5 بيضات من الحجم الصغير، عندي انا هذا الصغير، بحراره المطبخ، ولا كانوا عندكم كبار ديروا 4. عندي هنا سكر فاني، عندي خنيشه فيها 5 غرام، وعندي هنا 16 غرام ديال الخماره ديال الحلوى، عندي قبصه ملح. غادي نحتاج كذلك هذا الكوكو، غادي نصهدو البنات واحد شويه باش كيجي احسن. العبار بكاس العنبه، كاس من الحليب، وكاس من الزيت، وهنا كاس ديال السكر سنيده مملوء جيدا، وهنا حبتين من الجزر محكوكين مزيان. عندي هنا معلقه صغيره مملوءه من الخل الابيض، ومعلقه كبيره مملوءه من القرفه، يمكن لكم تزيدوا على حساب النسمه اللي بغيتو، مجهده ولا ناقصه، ولا على حساب اللي بغيتو نتوما الذوق ديالكم. وعندي هنا الدقيق على حساب الخليط، يمكن لكم يعني تعبروا بالكاس ديال العنبه، ولا المهم على حساب شحال غيجيكم، واش كاسين او وكاسين او نصف او ثلاث كؤوس. حنا غنشوفوا شحال غادي نحتاجو وندوزو على بركه الله. نبداو بالكيكه ديالنا. غادي نبداو البنات بالبيض هو الاول، غندير هاد الجبيبينه، لا تكون شي وحده خاسره. بسم الله. غنضيف عليهم الكاس ديال السكر سنيده، كاس مملوء جيدا ديال السكر، وغادي نضيف كذلك واحد راس ديال معلقه صغيره ديال الملحه، فاني لا عندكم ديال الاخر السائله حتى هي تعملوها. وغادي نطرب مزيان البنات البيض مع السكر مزيان بالخلاط الكهربائي من الاحسن، حتى كذوب لينا السنيده وكتعطينا واحد الخليط كريمي. عاد نضيفوا بقيه المكونات. يلا نرجع لكم. صافي البنات، بعد ما طربت مزيان البيض مع السكر، غادي نضيف الحليب. كنذكر بحراره المطبخ، ماشي تجبدوه ديريكت من الثلاجه وديروه في الحلوه، ما غاديش يطلع لكم. غنضيف الزيت، البركات ديال العنبه دائما، وغنخلط كذلك مزيان ونرجع لكم. هنا البنات غادي نعبر بالكاس ديال العنبه دقيق، شوف شحال غادي نحتاج. قص المهم كاس تقريبا، ها هو نديرو نخلو باش طلع لينا الكيكه ما يجيش في دوك الحبات، الا كان شي حاجه عادي شي وسيخه ولا شي حاجه تهزل. شفتوا ها اللي قلنا نضيفو الكأس الثاني، نضيفو شويه، راه تقريبا مع الغلاقة منحلولهاش مزيان، نحلها مزيان باش تعطيني العبار هو هذاك.
ديالي ديال الدقيق. ها هو غادي نضيف عليه هاد الكوكو وبعد ما صهدتو شوفوا اللون ديالو تحمر، راح يتحمر شويه باش ما تحرقوش. غنقصوا ليه البوطه، غنضيفو هنايا في الدقيق، وغادي نضيف خيزو. اوبس معليش، وغنضيف القرفه، ها كتعجبني القرفه في الحلوه. وغنضيف هنا الخميرات، الخميره او ثلاثه المعالق صغار ديال خميره الحلوه. ها هو العبار، معلقه صغيره عامرين، ها الاولى، ها الثانيه، الثالثه، هاي 16 غرام كيف كتشوفوا. وغادي نوضع الخل هنا، غنضيفوه في الخليط ديال البيض والسكر والزيت والحليب، وغنجبنيت هاد المعلقه، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات ديال الدقيق مع الخيزو مع الكوكو والقرفه، حيت لا درناه ديريكت في الخليط ما غاديش يتوزع، توزع داك الخيزو داك الكوكو مزيان في البيض. من الاحسن هكا خلطوا مزيان مع الخميره وكل شيء، عاد غنضيفو على الخليط ديال البيض والسكر. من الاحسن لو كانت عندكم شي سوبيره بحال هادي جويبينه كبيره تعاونكم، درت غير هاد الطبسيل بحال هكا معليش. صافي، بعد ما خلطت الخليط البنات الدقيق مزيان، غادي نضيفو على هاد البيض، وغادي نطربو الخليط كله غير بالطراب اليدوي غير بيدينا، ما نحتاجوش الطراب الكهربائي. نخلط مزيان مزيان هكا، شوفوا الخليط كي كيجينا البنات. الا كان جاكم باقي جاري، انا بان ليا شويه باقي جاري، غادي نضيف البنات، غادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق، جاني شويه خفيف شتوه، ندوزو في هاد الصفايه نشوف الى تجمع بعدا شويه ولا باقي خفيف. كنظن بارك عليه، ها نتوما كيجي على هذا الشكل. المول ديجا البنات درت فيها، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، درته في الثلاجه يبرد باش ما تلصقش ليا الحلوه. صافي كيجينا الخليط على هذا الشكل، والفران ديجا تيكون شاعل سخون 180 درجه، تشعلوا عليها من التحت تطلعوا عاد تشعلوا عليها من الفوق، تقريبا 40 45، يعني دغيا كطيب البنات 40 تقريبا ديال الوقت، 40 دقيقه على حساب النوعيه ديال الفران، واش 40 كل وحده والطياب ديال الفران ديالها 40 35 دقيقه 45 دقيقه. حنا غنشوفو شحال غنحتاجو نطبق ونقول ليكم. صافي هو الخليط البنات، خلطتو مزيان مبقاش خفيف بزاف، نجيبو المول بارد، بسم الله.
وانا وضعتها في المولى البنات كيف كتشوفوا. جاتني جاني الخليط بزاف حتى ما طلعش ليا في هذا المول، عندي شويه صغير. درت هادو ديال الكاب كيك، درتهم على شي شكيلات بحال هكا، نقصت من هنايا حيت جات مطالعه شويه حتى ما تنفخش، حيت خص يكون تقريبا النص يكون خاوي، ما عنديش كبر من هذا، ما عنديش البديل. صافي خليتهم هنايا في هاد اللعيبات هادو، غنديرهم في الفران، سخنتو على 180 وغادي نوضعو دابا ونرجع لكم بعد ما طاب لينا الحلوى. وهي الكيكه ديالي طابت كيف كتشوفوا، تحمرت. خدات ليا 40 دقيقه من الوقت، وغادي نحيدها بعد ما تبرد من المول. خليتها بردات، ولكن البنات ما تخرجوش ديك الساعه سخونه من الفران، طفيو على الفران وخليوها حتى تبرد على خاطرها في الفرن، وحلوا الباب. هادشي اللي كندير انا، كنخليها في الفران ونحل الباب ونخليها تبرد على خاطرها. وكيف كتشوفوا هي درتها في هاد الطبق تقديم، وزينتها بالمربى ودرت عليها من الفوق الجوز الهند او الكوكو، صراحه كتجي رائعه. ونتمنى الكيكه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، وشكرا على المتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم، وان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديو جديد. وعيد مبارك سعيد، وعواشركم مبروكه، تعيدوا وتعودوا. وهنا قطعت مورسو صغير من الحلوى باش نوريكم كيف كتجي من الداخل، كتجي هشيشه ورطبه. واخا انا ما ضقتهاش البنات، كنت صايمه، خليت حتى الفطور وضقتها، صراحه وجات فنه. والكاب كيك هو تحت هو جا منفوخ وطالع ومحمر، صراحه جربوا البنات غادي تعجبكم. يلا خليكم بلا ما نطول عليكم، وتهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله. بسلامه.